بسم الله الرحمن الرحيم. كان في بيت السيدة ميمونة فقال اجمعوا زوجاتي، فجمعت الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنون لي أن أبقى في بيت عائشة؟ فقلنا نأذن لك يا رسول الله، فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة، فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مرة، فيبدأ الصحابة في السؤال بهلع، ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم بغزارة. فقالت السيدة عائشة لم أر في حياتي أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول كنت أخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي. وتقول فأسمعه يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتقول السيدة عائشة فكثر النغط، أي الحديث في المسجد، إشفاقا على الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله يخافون عليك. فقال احملوني إليهم، فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتى يفيق. فحمل النبي وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله وآخر كلمات له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كأنكم تخافون علي؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا. بعد وفاته سئلت ماذا قال لك النبي؟ فقالت قال لي في المرة الأولى يا فاطمة إني ميت الليلة، فبكت. فلما وجدني أبكي قال يا فاطمة أنت أول أهلي لحق قلبي، فضحكت. تقول السيدة عائشة ثم قال النبي أخرجوا من عندي في البيت، وقال أدنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة فعرفت أنه يخير. ودخل سيدنا جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي ائذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال